أهلا بكم من جديد. أكد أمين عام أوبك أن إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة، مضيفا أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. ولفت إلى أنه قال في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة، وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.